من أكتر من 120 سنة بدأ ارتباطنا بالسينما المصرية بقت جزء من حياتنا وثقافتنا وتاريخنا. خلال مئات الأفلام أرخنا كل تفاصيل حياتنا. النهاردة هنقلب الصورة من خلال أسماء الأفلام، هنعيد شريط حياة نجمنا النهاردة والنجم أحمد زاهر. كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. الله أكرم. مرسي يا جيجي، ربنا يخليك يا رب. جاهز نبدأ مشوارنا بأسماء الأفلام؟ يلا بينا، أنا جاهز. الشياطين والكورة في بحب السيما. احنا دلوقتي هنسألك عن أجواء كأس العالم، انت متعصب كرويا؟ لا، مش متعصب كرويا خالص. يعني هو انا اهلاوي صميم طبعا، بس مش اللي هو بقى ايه بكره النادي المنافس واللي هو لو اتغلبنا اقعد اشتم وبتاع. لا مش كده خالص. حصل لك موقف ظريف قبل كده بسبب الكوره؟ موقف ظريف؟ انت تلعب كوره اصلا؟ لا. احمد زاهر، مين اللي هيكسر اسطوره مجدي عبد الغني ويدخل اول جول مصري في كاس العالم تفتكر؟ صلاح الخير، محمد صلاح. سؤال يعني صعب قوي. ان شاء الله محمد صلاح هينسينا جون كابتن مجدي عبد الغني باذن الله. تقول لي ايه بقى الكابتن مجدي عبد الغني؟ اقول له يا كابتن مجدي يعني 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 طلعت عين اللي جابونا يا كابتن مجدي. يعني كل ما تطلع في برنامج وكل ما تطلع في حاجه لازم تقول ما تنسوش ان انا اللي جبت الجون في كاس العالم. والله يا كابتن مجدي فاكرين ومش ناسين، بس محمد صلاح ان شاء الله هينسينا يا كابتن مجدي ونقول بقى جون محمد صلاح بعد كده. سيما مع النجم أحمد زاهر من فيلم القناع الأحمر، إمتى تضطر تلبس قناع؟ لا بلبس أقنعة كتير غصب عني عشان أنا ممثل، ففي كل شخصية بلبس قناع مختلف عن قناع أحمد الحقيقي، لأن ببقى عايش الشخصية علشان ومصدقها علشان خاطر توصل صدقها ده للناس. غير الأفلام بقى في الحياة العادية؟ في الحياة أكيد طبعا، يعني ممكن أبقى بقابل حد أنا مش حبه وعارف إنه كارهني ويشتم فيها ووصلني ده وسمعه وداني وبتاع، بس غصب عني علشان خاطر الحياة اللي احنا فيها والكاميرات والحاجات، فلازم اسلم بشكل كويس واضحك وانا مش عايز اضحك. فبحب السيما مع احمد زاهر المصير، فيلم المصير، امتى اللحظة اللي قررت فيها تحدد مصيرك وتبقى ممثل؟ انا قررتها فعلا وعملت المصير ده بايدي طبعا باختيار ربنا سبحانه وتعالى طبعا، يعني بس بايدي لما سحبت ورقي من ورا اهلي من كلية التجارة ودخلت معهد فنون مسرحية وقدمت في الاختبارات ونجحت، واول ما نجحت سحبت الورق من كلية التجارة دخلت معهد فنون مسرحية وقعدت السنة كاملة بدرس في معهد فنون مسرحية واهلي ما يعرفوش اي حاجة فاكريني لسه في تجارة، لغاية لما اتفاجئوا طبعا اتشنيرت وتعلقت وحاجات كده، بس صممت ان انا اعمل حلمي لان انا ما حدش هيوقفني يعني، وبقع وبقوم وبقع وبقوم وبعيا واركن 3 سنين في البيت وعافر واقوم تاني واخس، ويعني بحاول دايما ان انا طبعا بمساعدة ربنا ان ما فيش حد بيقدر يعمل اي حاجة من غير ما يكون ربنا مقررها له ويكون مبارك له فيها، ولكن انا بسعى ان انا احقق مصير بايدي يعني بحاول. بس من فيلم المسافر، اكتر بلاد اللي بتحب تسافر لها ايه هي وازاي بتستعد للسفر؟ اكتر بلد بحبها وبحب اسافر لها هي لبنان، لان لبنان ليها ذكريات معايا كتيره جدا 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 انا ومراتي تحديدا، بعيدا عن التمثيل كمان يعني ذكرياتنا احنا سفرياتنا احنا الخاصه، يعني بنحب نروح لبنان بننبسط لما نكون موجودين في لبنان، بننبسط واحنا بنتمشى كده في شارع الحمراء يعني انت فاهمه، فانا بعشق لبنان وبالعكس انا ما بحضرش اي حاجه يعني طبعا ببقى رامي الموضوع على مراتي طبعا هي اللي تحضر، بس يعني اقصد ان انا بروح هناك يعني انا مجرد عايز اعيش يعني في الشارع كده بس امشي يعني، هو ده بالنسبه لي متعه الحياه. في بحب السيما من فيلم الصبر طيب، احمد زاهر يقول الصبر طيب لمين؟ لكل اللي بيكرهوني يعني. اسم؟ ما عايزه اسم؟ لا اسم مستحيل طبعا، مستحيل اقول لك اسم، بس يعني اقدر اقول لك ان انا بقول لأي حد بيكرهني أو بيكن لي مشاعر مش كويسة الصبر طيب، والصبر طيب أنا مش هعمل لك حاجة على فكرة، هو ربنا ولا يعمل، لأن أنا بجد بجد أنا طيب. لا أنا طيب ما عمري ما بأذي حد خالص، بس بأذي من حتة تانية خالص، إن أنا الحمد لله والشكر لله أنا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، فبدعي له بدعي له جامد قوي، وشفت أمثلة كتير جدا من زمايلي أذوني أو ظلموني وأنا دعيت ربنا سبحانه وتعالى وشفت ربنا انتقم لي إزاي من غير ما أعمل أي حاجة، أنا بس بدعي ربنا بشتكي له وهو بياخد لي حق. فيلم بعنوان الستات كده، تكمل الجملة، مالهم بقى الستات كده إيه؟ الستات كده، الستات حلوين كده قوي. لا تبقاش طيب قوي كده. لا بس الست حلوة أصلا يعني، الست ده كائن جميل، كائن مثير، كائن طيب، احيانا بيبقى مجنون، احيانا بيبقى كسلي، احيانا بيبقى مستفز. ما
من فيلم حب البنات، وطبعا احنا عارفين ان انت عندك ابو البنات، بالظبط عندك بنات، هتتعامل معاهم ازاي لما يجوا يقولوا لك يا بابا انا بحب؟ هقتلهم. لا انا عايز افهمك ان انا يعني انا عريس من جهه امنيه. بس الاستاذ عادل امام بقى، مش شريف منير عريس من جهه امنيه، لا الاستاذ عادل امام اللي هو مش عايز حد يجي يقرب من بناته. انا كده يعني انا مش متخيل لسه اللحظه اللي ممكن حد اساسا يفكر يخبط على باب بيتي عشان يقول لي انا عايز اخطب. يعني مش هيكمل الطه تقريبا، هيلاقي نفسه ترمى من الشباك. يعني انا اقعد اربي واكبر واحب واطلع بنوته زي القمر عشان واحد يجي ياخدها ويمشي؟ لا صحيح دي سنه الحياه وانا عملت كده وكلنا بنعمل كده، بس انا مش متخيلها لسه، مش قادر استوعبها لغايه دلوقتي. حصل في كده من حماك؟ لا مش قوي بصراحه، حماية ما عملش معايا كده قوي، بس كان برضو غيران، وكان برضو يعني كنت شايف فيه الحته دي، ما حسيتهاش قوي فيه وقتها، بس دلوقتي انا حاسسها. يعني لان دلوقتي انا ملك وليلى مثلا بقوا مدموزيلات دلوقتي، مش بنات صغيره. يعني لو حد بص لهم بس وانا ماشي معاهم كده ببقى احس ان انا بغلي وعايز اروح امسكه افجر له دماغه وحاجات كده. يعني بنتي اللي هو بنتي حبيبتي يعني، فمش متخيل لسه اللحظه دي بصراحه. احمد زاهر في بحب السيما من فيلم جواز في خطر، تعرضت للموقف ده؟ كانت جوازتك في خطر في يوم من الايام؟ تعرضت للموقف ده ان كان في صديقه لي انا ومراتي، والصديقه دي حاولت تفرق ما بيننا بطريقه مش لطيفه خالص، وفعلا نجحت في ان احنا ننفصل شويه. ده في بدايه جوازي خالص، وكانت هتخرب عليا حياتي كلها يعني بكلام كله كذب وعبط. بس احنا الحمد لله قدرنا نسيطر على ده ونرجع ده، واتفقنا ما بيننا وبين بعض ان احنا مش هنسمع لاي مخلوق في الدنيا اي كلام، وكلامنا هيبقى ما بيني وما بينها بس، ومش هنسمح لحد ان هو يبوظ حياتنا او يبوظ جوازتنا، وتعايدنا على ده وكملنا على ده. احمد زاهر في بحب السيما من فيلم حمامة السلام، عارف فيلم ده بطولة مين؟ والله بص جابلي افلام قديمة قوي قوي يعني، كمال الشناوي وشازي استاذي دويتو المعروف كمال الشناوي. طبعا مين اكتر شخص في الوسط الفني بتحس انه بيلعب الدور ده، دور حمامة السلام في الوسط الفني؟ اكتر شخص بيلعب الدور ده روجينا. في ادوارها ولا في الحياه الشخصيه؟ لا في الحياه الشخصيه. يعني روجينا اكتر قلب ابيض انا شفته في حياتي، ودايما دايما دايما بتدي طاقه ايجابيه لاي مخلوق، ولما بتشوف اي حد في الدنيا عنده مشكله بتيجي تقعد تتكلم كده، وبتتكلم بكلام ربنا وبتتكلم بحاجات وامثله وحاجات زي كده، بتلاقي فجاه نفسك استريحتي، كنت عصبيه جدا 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 وفجاه هديتي. يعني انا بصراحه اغلى اخت عندي روجينا. يعني انا بالنسبه لي، وناس كتير جدا هتاكد لك على كلامي دي، يعني لو رحتي عملتي حلقه مع امير كرار هيقول لك نفس الكلام، لو رحتي عملتي حلقه مع اي حد من زمايلنا اللي احنا يوسف الشريف اي حد هيقول لك روجينا، لان روجينا بجد اكتر قلب ابيض انا شفته، ودايما بتبقى حمامه سلام. ولو انا مثلا بغلط فيكي وانا عصبي فتروح تقول لك ده احمد شكر فيكي وقال فيكي العكس، انت فاهمه؟ فتلاقي نفسك اللي هو انت لسه عايزه تشتمي فيا فتقولي ايه ده شكر فيا، فتومي راجعه. فهي دايما بتعمل الحاجات دي علشان توفق الناس على بعض، وبتنجح في ده عشان هي قلبها ابيض. بس الفيلم اللي جاي بقى انتاج سنه 47. يا لهوي مستحيل هفتكره يا جهنم عشان نكون واقعيين. روحيه محمد ما اعرفهاش. الله دي اخت روحيه فرغاني. انا ما اعرفهاش. بس هو الفيلم عباره شبح نص الليل. شبح نص الليل. خاف من الشبح من العفاريت؟ يعني ما بصراحه ما جربتش يعني، بس شجاع يعني ولا خواف؟ لا بخاف. لا بخاف انا اكذب ليه يعني عشان ابان نجم وبتاع والجو ده؟ لا 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 بخاف. بكسر الدنيا. لا اكسر الدنيا في التمثيل، لكن في الحياه العامه انا بني ادم زي بقيه البني ادمين. لا طبعا ممكن اخاف طبعا، ولو في اشباح وحاجات زي كده اخاف جدا يعني. رمضان كريم وكل سنه وانت طيب وعيد سعيد وكل ايامك احلى من بعض. نشكرك النجم احمد زاهر على وجودك معنا في حب السينما. يا رب يخليك يا جهان، وانا بجد متشرف ان انا معاكي، انت بجد من اكتر الناس اللي انا بحبها وبحترمهم، وانت مذيعه رائعه وراقيه، ومرسي ليكي جدا جدا.